الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لابد من تسجيل شكر جزيل للسادة القائمين على هذا النشاط المبارك. عنوان الورقة كما تفضل به أستاذنا هو اعتناء المغاربة والأندلسيين بشرح كتاب البرهان، فالكلام على جهودهم في شرح الكتاب، وإلا فجهودهم في خدمة البرهان قد تلاحظ في مظاهر أخرى سوى الشرح. الملاحظ في من وقف على مؤلفات العلماء عموما على كتاب البرهان أن أكثر الناس اعتناء به هم المالكية. من الذين اعتنوا بهذا الكتاب المازري والأبياري وأبو يحيى الشريف وابن الحصار وابن العلاف وابن عطاء الله والودياشي، كل هؤلاء من علماء المالكية. لكن الورقة الغرض منها هو الكلام على عناية المغاربة والأندلسيين خاصة، وأقصد بالمغاربة علماء المغرب الأقصى. إن الناظر في شروح المالكية لكتاب البرهان يلاحظ أنها ليست من قبيل الشروح المعهودة، بل هي من جنس التنكيت والتعليق على مواطن مخصوصة من الكتاب كما يظهر. فما هي القيمة العلمية لهذه المصنفات المغربية، وما مدى إثرائها للدرس الأصولي المالكي، وما خصائص هذا الضرب من الشرح، وما مقاصده وبواعثه العلمية؟ من هذا المنطلق الإشكالي تسعى الورقة إلى إظهار متجليات اعتناء المغاربة والأندلسيين بكتاب البرهان بذكر أهم تلك المصنفات وخصائصها والكشف عن مقاصد أربابها. وسيترتب مضمون القول في هذه الورقة في مقدمتين ومبحثين وخاتمة. المبحث الأول معقود للكلام على خصائص كتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني، والمبحث الثاني في الكلام على بيان عناية المغاربة والأندلسيين بشرح الكتاب، وقد اشتملت الخاتمة كما هو المعتاد على أهم ثمرات البحث. المبحث الأول خصائص كتاب البرهان. معلوم أن كتاب البرهان هو أحد الكتب الأصولية التي تعد من عمد هذا العلم من غير مدافعة، وابن السبكي يسميه لغز الأمة لما فيه من مصاعب الأمور، ولأنه لا يخلي مسألة عن إشكال إلى آخر كلام السبكي. لكن نظرا لضيق الوقت أذكر على عجالة بعض خصائص هذا الكتاب. من خصائصه قوة لغته ومتانتها، فلا يرتاب من له أدنى معرفة بمراتب القول وطبقات الكلام، جزله وسخيفه ومليحه وقبيحه، في أن إمام الحرمين من أرباب الفصاحة وأئمة البيان المبرزين. وقد كان بعض أشياخنا يقول: قد ينتفع الطالب بكتاب البرهان من جهة اللغة والبيان أكثر من انتفاعه بما حواه من مادة الجدل والأصول. وهذا ملحوظ في معظم مصنفات الإمام، واقرأ إن شئت كتاب الغياث تجد من هذا الباب عجبا، إذ لم يخل زيدا على فخامة اللفظ وحسن السبك من محسنات البديع وضروب السجع والجناس، مع أنه كتاب في مسائل الإمامة والسياسة الشرعية، وما أشق تطويع المعاني العلمية ذات اليبوسة المعهودة للعبارات المونقة واللفظ المستطاب. أما كتاب البرهان فقد جمع في لغة تحريره بين وصفين قد يظن تنافرهما، وهما الإيجاز وحسن البيان، فالرجل ضابط لزمام كلامه، يبين عن مقصوده بلفظ ساحر موجز من غير عي ولا همر. الأمر الثاني من خصائص هذا الكتاب هو أنه كتاب يظهر فيه اجتهاد الإمام، فلا تخطئ العين النفس الاجتهادي الذي يظهر في هذا الكتاب. وقد فصلت القول في هذه المسألة، لكن ننتقل إلى غيرها.
المسألة الثالثة من خصائص هذا الكتاب هو أن فيه فرادة في ترتيب الأبواب علم الأصول ومباحثه، فمن وجوه الجدة في هذا الكتاب أن أبوابه لم ترتب على منوال كتب الفن التي تقدمته من كل وجه، بل فيه بعض ما لم يعهد من ذلك، ولا شك أن للإمام مقاصد ونكتا في رسمه ذلك المخالف للمعهود، وقد ضربت على ذلك أمثلة. ننتقل مباشرة إلى الغرض من هذا من هذه الورقة، وهو الكلام على اعتناء المغاربة والأندلسيين بشرح كتاب البرهان. من أهم الشروح ثلاثة: أولا شرح البرهان لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأبياري الصنهاجي، ثم شرحه لأبي يحيى الشريف، ثم شرحه لأبي الحسن الحصار أو ابن الحصار. نبدأ بشرح البرهان لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأبياري الصنهاجي. معلوم أن هذا الرجل وإن كان مشرقيا إلا أنه أصله مغربي، إذ ينتسب إلى صنهاجة كما هو معلوم. من خصائص هذا الشرح أولا أنه شرح موضعي على طريقة أرباب الحواشي، وليس شرحا مزجيا، فهو يذكر طرفا من كلام المصنف، قد يكون جملا ثم يبين معناه، وقد يقف عند ألفاظ مخصوصة لبعض البواعث. ثانيا أنه شرح غير مستوعب لجميع الكتاب الأصل، وإنما هو تنكيت وتعليق على مواضع منه حسبه، وقد صرح بذلك في خطبة الشرح. ثالثا أن من أجل مقاصد هذا الشرح تحرير المسائل التي أوردها الإمام غير باسط القول فيها ولا محرر لأدلتها، وإن لم تكن من صميم المادة الأصولية، إلا أن الشارح يرى أنها لابد من إيرادها. نمثل بمسألة شكر المنعم مثلا، التي هي من المسائل الكلامية التي يقدم أو تقدم بين يدي المباحث الأصولية. رابعا أن الشارح لم يقتصر على المسائل التي بحثها المصنف بالبرهان، بل أورد مسائل ومباحث ليست في كتاب الأصل، كثير منها من صميم علم الأصول، منها مثلا مسألة عموم المفهوم، ومسألة عموم المقتضى، وهل للفعل عموم، ومسألة التقييد بالشرط، ومن كتاب الأخبار بسطه القول في شروط التواتر إلى غير ذلك، وهذه المسائل لم يذكرها الإمام. خامسا أن الشارح كثير النقد للإمام، وهو لا يتردد في إظهار مخالفته له، وهذا أمر متوقع ممن غرضه التعليق والتنكيت على كتاب من يخالفه مذهبا، إذ الأبياري مالكي والإمام شافعي. ولو كان هذا الأمر من قبيل الفلتات التي وقع فيها الإمام، لكن الأبياري كان يوقفه في تلك المسائل، من ذلك أنه استنكر عليه رميه العلماء المتأخرين بالاستجراء على الدين. سادسا التماس الشارح العذر للإمام وتوجيهه كلامه على وفق ما يليق بمنزلته، لا سيما فيما ظاهره الجريان على أصول الفلاسفة كما في مسألة العقل الفياض. سابعا للأبياري ولوع شديد بصناعة الحدود ونقدها وإيراد الاعتراضات عليها والرد على إرادة الخصوم، وقد ضربت لذلك أمثلتان، من ذلك حد الحكمي وحد الخبري وحد التأويل إلى غير ذلك. ثامنا للأبياري ولوع شديد بنقد الغزالي مع أنه معجب به، وذكر بعض الأشياخ أن الأبياري قد اعتمد إلى حد كبير في شرحه للبرهان على كتاب المستصفى. النموذج الثاني وهو شرح كفاية طالب البيان في شرح البرهان لأبي يحيى زكريا بن يحيى الشريف الإدريسي الحسني، وهو من علماء القرن السابع، وذكروا أنه جمع بين شرح الأبياري والمازري. من خصائص هذا الكتاب أنه لم يند عن طريقة عامة شروح البرهان في الاكتفاء بالتعليق على مواضع مخصوصة من الأصل، من غير وقوف على حقائق الألفاظ وأسرار التركيب ونكت الإضافات ونحو ذلك مما يعتني به أرباب الشروح المزجية. كذلك هذا الرجل اهتم
بتوجيه ما أشكال من كلام الإمام وبالاعتذار له كصنيعه في مسألة تعلق العلم القديم بالجزئيات. وهذه مسألة من الأمور التي انتقدت على إمام الحرمين وسلك الناس مسالك في ردها وفي توجيهها، إنه يقول إن علم الله تعالى، أن الله عز وجل كما يقول لا يعلم الجزئيات حتى تقع. وهذا الأمر قال فيه المازري في شرحه: وبودي لو محوت هذا من هذا الكتاب بماء بصري، لأن هذا الرجل له سابقة قديمة وآثار كريمة في عقائد الإسلام. نعم، نقرأ الخاتمة، كلمة من الخاتمة. إذن نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.